فضيلة الشيخ، يضيق صدر المؤمن أحيانا برؤية بعض المنكرات التي لا يستطيع أن يغيرها وليس له يد في ذلك، فكيف تبرأ ذمته حيالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا الطريق حينما تظهر المنكرات. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده، هذا لأصحاب السلطة الذين لهم سلطة، ومنهم رجال الحسبة لهم سلطة يغيرون باليد. فإن لم يستطع، ليس له سلطة، بلسانه، بالبيان والتذكير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن لم يستطع، ما عنده علم ولا عنده، فعليه أن ينكره بقلبه، أن ينكر المنكر بقلبه ويبتعد عنه وعن أهله. ما يبقى مع أهل الشر ويقول أنا منكر، ما لو أنت منكر ما بقيت معهم، ابتعد عنهم حتى تسلم من شرهم. نعم.